مشاهدي بوابة الفجر، معاكم هدى السيد من محافظة المنوفية، ومعانا النهاردة الأستاذة هناء عقيلة في جولة داخل معرض أهلا رمضان. الأسعار زي ما حضراتكم زي ما أنا قلت لحضراتكم في فيديو سابق، الأسعار جميلة جدا وفي متناول الجميع. هنتكلم مع الأستاذة هناء النهاردة ونشوف من خلالها هي شايفة ومبسوطة أكيد بالإقبال الكبير من المواطنين. إزي حضرتك يا فندم؟ قولي لي لما انت جيت النهارده كده ولقيتي ما شاء الله مواطنين كتير جدا كده على الحاجه، يعني طبعا الحمد لله احنا سعداء جدا ان احنا نقدر نوفر للمواطن العادي والمواطن اللي تحت الفقير، نقدر نوفر لهم السرعه في تكون في متناول جميع الاسعار محفظه. وان شاء الله احنا عندنا كمان معرض جمعيه الهلال الاحمر في صدى دلوقتي، احنا نفتح اكبر معرضين على مستوى محافظه المنوفيه، واحد مكان عمر افندي والتاني عند الشيخان المسلمين عند المسجد العباسي، برضه الاسعار هتكون في متناول الجميع، اسعار مخفضه للجميع. يعني مثلا عند اللحمه بره وصلت 250 و200 الكبيره و190 اللحمه السودان، انا عندي هنا اللحمه موفره وهتوفر في جميع الملابس ب 160 جنيه، والناس بتشكر في اللحمه جدا وعلى حضرتك شايفه الاقبال عليها. يعني ان شاء الله باذن الله في معرض هيتفتح عند عمر افندي على يوم الاحد باذن الله، هيتفتح معرض عمر افندي ومعرض اللي عند المسجد العباسي، في برضه هتبقى في موجوده فيه ملابس عيد الفطر المبارك لجميع الاعمار باذن الله، هيبقى في جميع الاسعار وفي جميع احتياجات شهر رمضان المبارك. يعني هيبقى في ثلاث معارض في حي غرب ان شاء الله، الاربعه يا فندم انا موجود عندي ده وواحد بتاع الهلال الاحمر في امتداد شارع صبره وعلى مفتوح حاليا عندي عند قريه تونس يا فندم. انما في اثنين لسه بقى هيتفتحوا الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله. يعني في خلال رمضان الناس هتبقى ان شاء الله مكتفيه بالسلع والحاجات اللي موجوده عندهم ان شاء الله، يعني اللي مش هيلاقي سلعه مثلا في معرض هيلاقيها في المعرض الثاني. واحنا يا فندم فاتحين الباب لاي شكوى يا فندم، وباجي هنا يوميا انا والدكتوره سهير التموين لتلقي اي شكوى من المواطنين. تمام يا فندم، ربنا يقويك يا رب يوفقك. شكرا شكرا جدا يا فندم.